السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد حمدي، وده فيديو جديد وجميل. ده يعتبر تاني فيديو في السلسلة بتاعة الـ Disassemblies أو الـ DFD. زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، احنا إن شاء الله هنبدأ سيريز من الحاجات الـ Disassemblies، أو إن احنا نبدأ نعمل عملية الفك بتاعة أي حاجة قديمة أو بايظة عندنا، ونشوف إزاي نصلحها أو إزاي نستفاد من الـ Components اللي فيها، بحيث إن احنا نقدر نطلع بأقصى استفادة من الحاجة البايظة أو الحاجة اللي ممكن هنرميها. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على المكنة الموزر بتاعة الهير كات، مكنة الحلاقة الموزر. مكنة الحلاقة كانت يعني فيها شوية حاجات حلوة كتيرة وفيها فاليو آد. فالنهاردة إن شاء الله ده في لابتوب معانا اتش بي، لابتوب اتش بي. لو جينا بصينا عليه من ورا هنلاقي ده الموديل بتاعه دي بي 0012NE. تمام، هنا لو جينا بصينا هنلاقي في just 4 screws، ادي 1 2 3 4، في 4 screws. تمام، مش بس كده، لا، تحت السترابس دي، تحت الهولدرز دي اللي هم التو رابر هولدرز دول، في سترابس تانية، في سوري سكروز تانية. فهنبدأ نشوف ايه المشكلة. المشكلة بكل بساطة ان اللابتوب ده هو وقع، فالهارد ديسك مش مقري، فاحنا هنعمل ديس اسامبلي بروسيس بتاع اللابتوب ده، بحيث ان احنا نشوف هل في مشكله في الهارد درايف هنغيره، هل الفيش الساتا الكاب الكيبلز بتاعه الهارد اتفكت او اتحركت من مكانها. فهنبدا نشوف واحده واحده. يعني الاوبجكتيف بتاعنا في الديس اسامبلي بروسيس دي اللي هو هيبقى المينتننس. احنا زي ما اتكلمنا على الدي اف دي اللي هو الديزاين فور ديس اسامبلي للبرودكتس ان جنرال، قلنا في عندنا السورتنج، في عندنا حته الترانسبورتيشن او المينتننس والابجريد. فيعني عندنا فيه كذا بروسبكتيف في الديس اسامبلي بروسيس بتاعنا. فاحنا النهارده الديس اسامبلي بروسيس بتاعنا غرضه حاجتين: الابجريد، يعني احنا كنا عايزين نغير الرامات، هنشوف الرامات انظمها، وفي نفس الوقت عايزين نتشيك الهارد، يعني هيبقى الغرض الثاني مينتننس او الصيانه، ان احنا عايزين نشوف الهارد ماله فيه مشكله. يعني احنا هنا لما بنيجي نفتح اللابتوب بيقول لك ان هو مش شايف الهارد خالص، مش شايف الهارد درايفر خالص. فهنبدا واحده واحده مع بعض نشوف ايه اللي عندنا او هنعمل ايه. تمام، كل اللي احنا هنحتاجه، هنحتاج سكرو درايفر، مفك، فكات عاديه جدا صغيره، ناخد المقاس ده كويس، ده سمي بسم الله ونبدأ. ده كده أول مسمار معانا، تاني واحد، تالت واحد، وفي رابع واحد في الكورنر هنا. دول الفور فيزيبل سكروز، يعني دول اللي هما باينين. طبعا لو جينا فكينا مش هيبقى مش هيتفك معانا. ليه؟ عشان لسه في سكروز تانية تحت الرابر باند ده او الرابر هولدر ده، فهنفكه بالراحه خالص. هنجيب حاجه زي كتر صغير، تمام. بعد ما فكناه هنلاقي في سمول سيت سكرو هنا، هو ما طلعش كله، ده الستيكر بتاعه اللي بيلزق.
طيب هو احنا هنا ممكن نعمل حركة حلوة ان احنا ما نفكش الستيكر ده او نفك عليه على طول، يعني نفك ال بس يعني عشان الستيكر يبقى سليم. تمام، هنلاقي هنا في برضو 4 set screws تانيين، ادي ده واحد اتنين تلاتة وده الرابع. نفس الكلام في الروبر باند اللي تحت، نحاول برضو بكل بساطة خالص نفكه. بحيث ان احنا نحافظ عليه. انا بحاول اطلعه بالستيكر بتاعه عشان ما يبقاش فيه مشكله. هنا عندنا برضو في 3 screws، ده أول واحد وده تاني واحد. وده ثالث واحد. طيب هو زي ما قلنا ان اللاب ده وقع، ف يعني حصلت فيه مشكلة ان الهارد مش مقري، فاحنا هنحاول بكل بساطة نفك الكلبس بحيث ان ما يبقاش فيه اي مشكلة. طبعا انت لازم بالراحة خالص وانت بتفك الكلابس عشان مفيش حاجة تتكسر. يفضل نجيب في الحاجات اللي زي دي حاجة بلاستيك عشان نفك بيها. زي ما احنا شايفين ده شكل الهورد من جوه، تمام.
ده شكل سوري اللاب من جوه. عندنا هنا في ده الرامات، الرامات دي 4 جيجا، هي عندنا في بنك واحد بس للرام، يعني هنا ده في بنك واحد بس للرام، والرام دي 4 جيجا. يعني لو هتغير المفروض تغير رامة واحدة بس، يعني ما ينفعش، هو مش مدينا الاوبشن في الموديل ده ان احنا نحط كذا رامة، فهو بس انت بتحط رامة واحدة 4 جيجا. طبعا دي الباتري، تمام، لو حصل فيها حاجة المفروض بتغيرها، ماشي. في هنا ده مكان السي دي روم اللي احنا لسه فاكينه، وهنا ده الهارد، الهارد اللي المفروض فيه مشكلة. طبعا عندنا هنا في ست سكروز تانية بتوع الكيسنج بتاع الهارد، عايزين نتشيك الهارد فيه ايه، ايه المشكلة. هنا ده البلاستيك هولدر قافش وشكلها كده في حاجة سنة مقطومة من الوقعة، في حاجة هنشوف دلوقتي. طيب دلوقتي هنبدأ نفك الهارد بالراحة خالص، هنرجعه لورا، هنفكه من الراكس اللي فيه كده. عندنا الهارد ده، ده هارد سيجات، الهارد ده 1 تيرا بايت، ده اتش دي دي مش اس اس دي. طبعا احنا ممكن نغير الهارد ده ونجيب هارد اس اس دي، هيبقى بسبيكس اعلى بكواليفيكيشنز اعلى، بس يعني هنا الدنيا تمام. فاحنا ممكن نتشيك الهارد ده شغال ولا لا، ونشوف هل المشكلة في الهارد في مشكلة ولا لا، وبعدين نرجع نشوف اللابتوب نجمعه تاني. او يعني هي المشكلة كانت في الهارد، الهارد هو مش قريه، فاحنا دلوقتي هنعمل زي verification process ان الهارد شغال كويس، هناخده نوصله على حاجة تانية نشوف الهارد شغال ولا لأ. لو تمام يبقى خلاص، يبقى في مشكلة تانية في التوصيلات او هو ما كانش راكب كويس. لو مش تمام يبقى في مشكلة في الهارد والهارد محتاج يتغير. فا I hope ان الفيديو ده يكون يعني حاجة حلوة جديدة في السيريز بتاعة الديسسامبلز فيديوز اللي احنا بنعملها، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو اللي جاي في حاجات تانية حلوة وممتعة وجميلة ومفيدة لكل الناس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة.